مباراة الهلال والنصر واللي انتهت اليوم بفوز الفريق الهلالي 1-0. لقاء الهدف الواحد بين عملاقي العاصمة انتهى أزرقا بأمر الخبرة الهلالية وثقافة الانتصارات. مباراة رائعة كان فيها السجال دائرا بين الفريقين حتى أنهى الزعيم الجدل في آخر دقائق. تبادل الهجمات كان حاضرا، فالنصر بدأ أولا عل وعسى أن يدخل الفرح في قلوب عشاقهم، والقلوب الزرقاء اهتزت مع تسديدة الزيلعي، لكنه لم يحرك شعرة بثقة خالد شراحيلي بنفسه الذي أجاد في الإبعاد. الرد بالمثل جاء مباشرة من سالم الدوسري بتسديدة أروع من سابقتها، لكن الأجمل كان في تصدي العنزي عبد الله الذي أثبت بأنه قادر على حماية العرين النصراوي باقتدار. وذلك الاقتدار كان واضحا حينما أبطل مفعول هدف هلالي محقق بتصديه للكرة بيده خارج منطقة الجزاء أمام مرأى الحكمين سواء المساعد أو حكم الساحة، والدهشة حضرت من النصراويين قبل الهلاليين على مرور هذه الكرة مرور الكرام. يبدو أن المباراة أصبح عنوانها من الأفضل، عنزي النصر أم شراحيل الهلال؟ فالأخير أنقذ مرمى من هدف نصراوي محقق بعدما واجه بوغش المرمى لوحده وسدد كرة كان لها شراحيلي بالمرصاد. عطاء خالد شراحيلي ما زال في ازدياد، السعران ينطلق بالكرة بمسافة بعيدة يتوغل بها ويراوغ بشكل رائع ثم يسدد، يحضر النجم الخالد ويفسد فرحة النصر بهدف شبه مؤكد. أما أفراح الهلال فكادت أن تحضر برأسية صديق الأمس بالنسبة للنصر ومنافسهم هذه الليلة الحارثي سعد، كاد أن يضرب النصر في مقتل إلا أن العارضة أبت ذلك، لكن إصرار الزعماء على فرض أسلوبهم أتى بثماره، والضغط المتواصل فجر هدفا هلاليا رائعا بقدم البديل نواف العابد. ونجاح العنزي في هذا اللقاء وقع على نهايته نواف بهدف هلالي رسم البسمة على وجوه محبيه. لا جديد حضر في ديربي الليلة، فالهلال هو من كسب والنصر هو الخاسر، ولعله هذه المرة سيكون الخاسر الأكبر، لأن خسارته في هذا اللقاء سيترتب عليها خسائر، لعل أولها رحيل المشرف العام على الفريق الأصفر. أصفر الخثعمي كرة. يطلق حكم اللقاء الحكم الألماني السيد ماركو فريتسافر طبعا لنهاية شوط المباراة الثاني، والمباراة بفوز الهلال بهدف مقابل لا شيء، الهدف سجل في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الثاني. مهندس طارق، أبدأ معك الحديث عن المباراة فوز هلالي. كثير ناس كانت تتكلم أنه المباراة ما فيها خلينا نقول المحفز للأداء الفني الكبير، لأن المباراة ما كانت مملة، يعني كان فيها يعني بعض المحاولات من الطرفين. طبعا هذا يعني هذا عنوان المباراة، أنك أنت قلت فيها بعض المحاولات وفيها كذا، فبالتالي إحنا يعني للأسف أن وسط مباراة الديربي اللي كانت تحفر في ذاكرة الهلاليين والنصراويين وسط الرياضي لمدة سنوات، يعني مباراة أول إحنا نتذكر أيام ماجد النعيمة وكانت تبقى إلى الآن باقية. تتذكر قبل كانت مباريات حقيقة تحفر بالذاكرة يعني بكل شيء. أنا أقول إنه يعني حقيقة شوف الهلال كان يعني له مباراة حقيقة للبقاء في المنافسة، هذا بلا شك. النصر برضو يعني له بشكل كبير برضو المباراة يعني لأمور كثيرة حقيقة بنية، ولكن أنا مع احترامي وتقديري أنا بقول إنه مسمى ديربي يعني أنا أعتبره هذا يعني هذا الديربي مات دماغيا، وهناك محاولات لإنعاشه حقيقة من الرياضيين ومن الإعلام الرياضي، ولكن هو بكل صراحة مات دماغيا. إحنا نتكلم عنه فيه هيمنة هلالية وسيطرة هلالية في السنوات العشر الأخيرة في قضية عدد انتصارات التالي، أصبح يعني أصبح حتى في قضية الجمهور اللي يحضر من طرف النصراوي يتناقص يوما مع اليوم، يعني كان هناك يعني آمال كثيرة. إحنا نرجو انه النصر يعني احنا نتكلم عن النصر انه الكيان الكبير والعملاق والعمود الرئيسي حقيقه في الكره السعوديه، ان يدرس هذه الحاله حقيقه يعني سنوات طويله ولا يعود. وبالتالي هناك للاسف انه يعني ايش اللي كان يقدم محاولات العوده، ولكن تتكلم عن عمل كبير وفي منهجيه وفي استراتيجيه ابدا لم يقدم النصر. المباراه اليوم
المباراة القادمة سننسى كل شيء ما فيها، ننسى كل ما فيها، نتذكر فيها بعض اللقطات صحيح، لكن بكل صراحة ما في شك احنا ننتظر حقيقة في الدوري مباراة مثيرة. وأنا حقيقة أعول كثير أنه لو مثلا الأهلي والشباب وصلوا بحسابات خاصة إلى مباراة النهائية هي اللي ستكون مباراة الموسم المباراة الأخيرة، إذا لم يكن الهلال يحدث مفاجأة بتعثر الفريق. أنت يعني الآن تطالب أنه خلاص هل النصر والهلال ما عاد يطلق عليهم ديربي؟ لا هي الديربي، شوف الديربي طبعا في هذه تركة تاريخية لا يمكن احنا ولا ديربي معنوي بس مع يعني معنوي بس هو ديربي ولكن ما في شيء. ولكن أبسك سؤال، أنا اليوم وأنا جايك بالطريق أقسم لك بالله العظيم لقيت واحد طالع مع الشباك حامل علم الهلال، علم الهلال، الله هذا المنظر متى كنا نشوفه؟ زمانات يعني قبل تقريبا 10-15 سنة. أنا ما في فرحة حقيقية لأنه بكل صراحة يعني ما في يعني خلنا نتكلم هذه لا قضية والله نتكلم عن واقع مجرد النصر غياب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. النصر يحتاج إلى عمل كبير جدا أن يعود ويفرض نفسه مجددا، يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى أن يشتغل مدة 5 سنوات 6 سنوات. هو ترى قاعدين نتكلم عن الفريق الخاسر الحين وترى ناسين الفريق الكسبان وصاحب الارض يعني الهلاليين يزعلون الحين. لا لا خلينا نتكلم عن الفائز اول بعدين نروح للخسران. نتكلم مهندس طارق على الهلال يعني. لا تكلم عن النصر بالعكس انا اشوف كلامه يعني اكثر عن النصر. خلينا نتكلم عن الفريق الفائز اول. اوكي والهلال انا من وجهه نظري انه يستحق طبعا الفوز طبعا لانه استثمر الفرصه اللي جاته، هدد مرمى النصر أيضا النصر هدد مرمى الهلال أكثر من مرة، كانت أنا أعتبرها القمة قمة الحراس لأنه أبدعوا الحراس أكثر بصفة أكثر. اللي لفت نظري أنا اليوم جوكر الهلال اللي هو الشلهوب ما كان في الفورمة، النصر كان سريع في المرتدات خصوصا في الشوط الأول لكن كان يجابه بعدد أكبر من المدافعين الهلاليين كان واجب في يعني ما نتكلم الحين عن الهلال فقط أقصد المباراة فقط وإنما الهلال بشكل عام. الهلال بشكل عام أنا أشوف أنه يلعب بلا مدرب، كيف أنه هسك الآن مثل دول مثل ما يقدم دول ما في بصمة مدرب على الهلال، يعني ما نشوف بصمة كبيرة للمدرب، ما نشوف حتى التغييرات اللي يحدثها ما نشوفها تؤثر على المباراة. هذا بالنسبة للهلال. بالنسبة للنصر هو مجموعة من المشكلات اللي أضاعت الفريق الحقيقة. أنا أشوف أنه البيئة النصراوية ما هي بيئة خصبة لإظهار النجوم اللي فيه عنده والدليل أنه كثير من اللاعبين اللي جو للنصر من فرق ثانية كانوا نجوم في فرقهم ما حصلوا ما أبدعوا في النصر، وهذا دليل أنه عنده أزمة أنه ما في بيئة خصبة لإظهار هذه النجوم. هذا بالنسبة للنصر. طبعا أنا لاحظت في المباراة عملية الهدف جميل جدا من نواف العابد، رائع على الطائر، خطأ من أيضا خالد الغامدي لأنه التخليص يعني من بدائيات التخليص الدفاعي أنك ما تخلص إلى منتصف الملعب، خلصها على الجنب اليمين أو على اليسار، هذه كانت خطة. كان في لما نزل السعران أحدث يمكن تلاحظون أحدث قلق بالنسبة لدفاع الهلال شوي، وكان في هجمة خطرة لا تمكن شراحيلي من إنقاذها، وزي ما قلت يعني القمة كانت قمة الحراس. الديربي اللي تكلم عليه أبو عبد الله أنا أشوف أنه ديربي في لا يزال في غرفة الإنعاش ولسه ما طلع لنا الديربي الحقيقي.